اليوم نحن كموقوفين بهذه الجهة ندخل في هذا الاعتصام المفتوح احتجاجا على هذه التوقيفات التعسفية والظالمة والتي نعتبرها كما قلنا سابقا توقيفات لا شرعية، توقيفات غير قانونية. اليوم هو 5 أشهر اللي توقفنا فيها، بطبيعة الحال دوزنا المجلس التأديبي، العقوبة لحد الآن لم تصدر في حقنا، وبالتالي هذه كلها نعتبرها خروقات قانونية. اليوم بجهة سوس مسا باقية واحد 16 موقوف وموقوفة صامدون ضد هذه التوقفات التعسفية. نحن ماضون في إشكالنا النضالية من أجل استرجاع حقوقنا واسترجاع كرامتنا. اليوم تندخل في هذا الاعتصام المفتوح، وربما ستلي خطوات أكثر تصعيدية، قد ندخل في إضرابات عن الطعام، قد ندخل في مبيتات ليلية. لذلك فنحن نحمل الوزارة المسؤولية. اليوم كل شيء يهضر على أن العيد قريب، للأسف هؤلاء الموقوفون يعانون كما يعاني معهم أفراد عائلتهم. اليوم كذلك الشهر الخامس، الأجرة ديالنا تتوقف، التعويضات العائلية كذلك ديال الأبناء ديالنا حتى يتحرموا من هذه التعويضات العائلية. لذلك فنحن ماضون في نضالاتنا من أجل استرداد هذه الحقوق، وندعو كل الهيئات الحقوقية وكل التنظيمات النقابية وكل التنظيمات السياسية والمدنية إلى التدخل عاجلا من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها. بطبيعة الحال هذه التوقيفات كما قلنا سابقا هي توقيفات غير قانونية. الأصل وهو أننا توقفنا 4 أشهر خصنا يكون استئناف ديال العمل، لأننا لم نتلقى العقوبة في ظل هذه الأشهر الأربعة. نعم بطبيعة الحال بالنسبة للمجالس التأديبية راه مرات تقريبا الآن شهر، ولحد الآن نحن لم نتلقى قرار هذا المجلس التأديبي ونوعية العقوبة التي ننتظرها أو التي ستبت في حقنا. وهذا بطبيعة الحال خرق لكل المواثيق الدولية ولحقوق الإنسان وكل الأشكال التي تسعى من خلالها الوزارة الوصية إلى إذلال واحتقار الرجال ورسال التعليم. بطبيعة الحال نحن كما قلت سابقا صامدون ثابتون على مبادئنا لسبب واسط، أننا لم نرتكب خطأ، مارسنا حقنا الدستوري، مارسنا حقنا في الإضراب ضدا واحتجاجا على النظام الأساسي الذي أخرجته وزارة التربية الوطنية والذي تم تعديله مرة أخرى. وهذا دليل على أننا كنا على صواب وكنا على حق. لا يفوتني أن أشكر كل رجال ونساء التعليم على ربوع المملكة على تضامنهم اللامشروط والمطلق مع الموقوفين على الصعيد الوطني، كما أدعو المسؤولين في الجهة إلى تحمل مسؤوليتهم. تقريبا عندنا واحد العدد ديال الجهات أغلب الموقوفين عادوا. أتساءل لماذا جهات سوس مسا باقية في هذا 16 موقوف دون أن يتلقوا العقوبة ولا أن يتم الحوار معهم من أجل معرفة مآلهم. إيليا أورير، أستاذة موقوفة، حاليا دابا راه وصلنا 5 أشهر ديال من التوقيف. أستاذة توقفت بحالها بحال جميع الموقوفين على إضراب درته في المؤسسة، وتم التوقيف ديالي يوم الاثنين 8 يناير. وهذا الإضراب اللي شاركوا فيه تقريبا الأساتذة وطنيين كاملهم شاركوا في هذا الإضرابات، ولكن احنا مجموعة من الأساتذة تم التوقيف ديالنا دون الآخرين. وهذه دابا شارة هذه باش دزنا في المجلس التأديبي بعد فوات هذيك المدة نورمالمون خص ديال التوقيف اللي هي 4 شهور، عاد دوزونا في المجلس التأديبي، حكمونا على شي مؤاخذات ونعتبروها كاع تهم اللي هي فارغة، ما عندها حتى شي سند قانوني. الملف ديالنا فيه خروقات قانونية منذ البداية، لأن منذ التوقيفات ما توصلنا لا باستفسارات لا أي حاجة. تم التوقيف ديالنا بشكل اللي هو فجائي، وتم تلفيق نعتبرها مؤاخذات ولا تهم اللي ما عندهاش حتى شي سند قانوني. الملف ديالنا كان فارغ ما فيه حتى حاجة باستثناء واحد الجدول ديال الإضرابات، هم اعتبروها تغيبات وهي إضرابات للجميع الأساتذة بما فيهم مؤسستي
داروهم، بمعنى بحالي وضعيتي بحالي بحال جميع الأساتذة. هذا بين الآن خمس شهور ديال توقيف عن العمل وتوقيف الأجرة، أش ما الداعي لهذه التوقيفات؟ أشنو السبب؟ لماذا التمطيط؟ لماذا التماطل؟ ياك دازو المجالس التأديبية دابا شهر هادي دابا دازو المجالس التأديبية، علاش كاين هاد التعامل وعلاش كاين هاد السلوك من طرف الوزارة ومن طرف المسؤولين؟ بداو كيتقاطروا العقوبات ديال التوقيف وطنيا على الأساتذة بواحد الطريقة، أيضا تطرح ألف سؤال على كل مرة كتعيط على واحد الأستاذ، تجلس يومين وتعيط على أستاذ، تجلس ربعة سيمانات وتعيط على أستاذ، وبالتالي كتحس من بعد من بعد قرار دابا في خلال هاد الأسابيع، دابا ثلاثة هاد الأسابيع هادي بداو التوبيخات، كيجيو الأساتذة كيتم استدعاء الأساتذة لاستئناف العمل وكيتعطاوهم توبيخات، هادي بحد ذاتها عقوبة. علاش هاد العقوبة ديال التوبيخ؟ أنا ما درت والو، ملف ديالي فارغ، ما فيه حتى حاجه اللي كتديني، ما كاين حتى حجه كتديني، ما كاين حتى سند قانوني، ومع ذلك كتعطي الاستاذ العقوبه ديال التوبيخ. والحدود الان راه مازالين موقوفين وطنيا، وحنا راه 15 استاذ على المستوى الجهوي موقوفين، وعلى مستوى اكادير حنا 6 ديال الاساتذه كنتسائلوا لماذا لحدود الان احنا لازلنا موقوفين، لماذا لم تتم اعادتنا للعمل؟ اذا اشنو هو الجرم ديالنا؟ اشنو درنا؟ هذا الشيء كيحتاج صراحه جواب. هذا الشيء واش انتقام من هاد الاساتذه؟ راه ماشي هاد الاساتذه اللي داروا الاضرابات وحدهم، مناش كتنتقموا؟ اذا هاد الوضع غير مقبول، وهذا الوضع فيه واحد الخرق اللي هو قانوني، وهذا الوضع فيه واحد الخرق ايضا الحق ديال الاستاذ في انه يتلقى الاجر ديالو، انه يكون في العمل ديالو، يكون بكرامته، وبالتالي هذا الشيء كامل راه خروقات قانونيه كتسجل في حق هاد الاداره وفي حق هاد المسؤولين. ونحن صراحه لن نقبل بهذا التوبيخات، ولن نقبل بهذه الوضعيه. لذلك اليوم حنا راه خرجنا، جينا درنا اعتصام مفتوح، هو اعتصام مفتوح تيلقاو معنا الحل، لان لا تقبل ماشي تقبلنا، ولكن كنا في كل مره كنقولوا بان راه هذه الوضعيه راه غادي يساليوها. ادابينا كنلقاهم انه مازال كاينه الرغبه في، نقدروا نقولوها بالدارجه ديال التجرجير، يعني التمطيط ديال هذا الملف.